أي قانون بيقاس مشروعيتي بقدرتي على التوازن بين المصالح المتعارضة. لا معلش أنا آسف، أنا آسف جداً يا دكتور على المقاطعة، بس حضرتك دي مناقشة رسالة دكتوراه الباحث محمود كرم ابن أستاذ كرم المحامي المشهور اللي المفترض إنه بيجيب حقوق الناس وبيدافع عنهم، هو اللي بيسلب حقوقهم هو وابنه. بس الرسالة اللي حضرتك بتناقشها دي رسالة مسروقة. أيوة مسروقة، أستاذ كرم اللي بيدافع عن حقوق الناس سرق الرسالة دي هو وابنه الأستاذ رؤوف اللي تعب وشقي وسهر الليالي عشان يكتبها عشان يحقق حلمه، وفي الآخر أستاذ كرم وابنه بيسرقوا الرسالة. أستاذ كرم بيهددني عشان ما افضحوش. الولد ده كذاب جربوه حرامي، انت ازاي دخلت هنا؟ يا سادة الولد ده بيدي مثال لنكران الجميل. الولد ده انا لميته من الشارع، كان حافي ما كانش لاقي ياكل، واول ايدي عضها كانت ايدي اكلته وعينته في اكبر مكتب محاماه في البلد، وحب ينتقم مني. ايوه حب يضيع مستقبل ابني محمود العبقري الفذ. ده محمود العبقري وده محمود الحرام. يا حرام لحظة واحدة، وهنعرف مين فينا الحرامي يا أبو العبقري. ممكن عبقري، بس اللي أوله شر آخره نور. الموضوع كله في إيدك، اقنع رؤوف إنه يسكت وينسى خالص إن الرسالة دي بتاعته. أقول لك أنا هشتريها منه عشان يا سيدي ما يبقاش ظلامته، هدفع له اللي هو عايزه من جنيه لنص مليون جنيه. ها وبعدين رؤوف شاطر يعرف يعمل منها 100 نسخة أو يعمل زيها 100 مرة، أنا متأكد من كده. لو أقنعت رؤوف إنه يسلمني الرسالة وتبقى بتاعت ابني أوعدك. بص يا محمود أنت هتبقى، أنا هبقى معاك لغاية الآخر. أيوه لا مش بس كده، انت اول ما هتتخرج هعينك عندي فأكبر مكتب محاماه وهديك اجر ما تحلمش بيه. ايوه بس بشرط رؤوف يقفل بقه خالص، هظبطك تظبيط العمر. شكرا. مين فينا الحرامي، انا ولا انت؟